سايلنس واثق من عثوره على نسخة غايا، لكن كيف؟ تفقدت كل الأدلة ولم تسفر عن شيء. تم محو جميع النسخ. إذا ماذا أخبره حادث؟ لم أتوقع رؤية أحدهم هنا. من السهل التزود بالمؤن. مرحبا، ماذا تفعل نورا هنا بأقصى الغرب؟ لا يهم، لا يهم، يمكنني توفير مواد تعيينك في البرية. أنت؟ نعم أنت. لدي صفقة رابحة لك. إلى أين يؤدي ذلك؟ سايلنس استخدم هذا الروبوت لجري غنيمته. بهذه البلورة وضع سايلنس حادث، وذلك الباب يبدو كمنشأة لفارو أو للفجر الجديد.
الأحداث؟ هذا أنت؟ لقد تم رصد تهديداً للنظام. لا تبدو بخير. أنت إلوي الشهيرة، أتيت لتدبيري؟ أجل، وبشكل نهائي. تشكل خطراً على غايا بمجرد بعثها. إذن أنت لم تؤمني نسخة غايا الاحتياطية. إذن ماتت غايا وهلكت أنت والأرض. ورغم اختلالي فقد انتصرت. سايلنس قد سأل عن مكان نسخة غايا. حقائق البيانات دولة الذكاء تفككت. صحيح، ذلك كان سيكون سهلا. ماذا فعل سايلنس بك يا حادث؟ يبدو أنه تم تفريغه. سايلنس استجوبني. وماذا أخبرته؟ لا تذكر أي منها؟ ماذا مثل ضربي لك عند البرج؟ حسناً، هذا لا يفيد. كفى، وقت إنهاء ذلك. هل إلوي تظن أن بمقدورها استعادة غايا وحفظ الحياة على الأرض؟ أجل، إلوي تفعل. أنت إذن تتوهمين. الانقراض محتوم. ماذا تعرف يا حادث؟ حاولت مرتين القضاء على الأرض وفشلت فيهما. أنت كنت على وشك الانقراض، ولا حربة لإنقاذك هذه المرة. أنت غير محقة. ثلاث مرات حادث أحمد فيها الحياة. ماذا؟ تذكر ذلك؟ أجل، البيانات سليمة. أجيبت محيطات حيوية في السنوات 2154 2161 و 2168. كان من قرون مضت صممت لأجل هذا. المحيط الحيوي الرحالي هو النسخة الخامسة، ولن تكون هناك نسخة سادسة. لن نحتاج هذا، سأنقذ النسخة. زود تجاوز الحائط. للتفعيل اذكر اسم الرتبة. إليزابيت صابت الألفا. فعل تجاوز الحائط. محو بروتوكول الانقراض. إيلوي، لقد تخلصت من حادث. أجل، سيظل ميتاً هذه المرة؟ سيظل، ثقي بهذا. الثقة؟ أجل، الثقة. بما أنني فعلت ما لن تفعليه واستخرجت معرفة حادث الثمينة، ثقي بأنني أردت تركك تدمرينه هذه المرة. عدنا للمجسمات بدل المواجهة؟ أتخاف من طعني لك؟ هناك سبب. ملف التجسس ذاته. فهمت إذن. متى اتصلت بك كان بإمكانك الرد. أظنك فضلت التجسس طوال الوقت. توقف عالمي عن التمحور حولك يا إيلوي. لدي عمل أفعله. ساعات بحث لا تنتهي، مرهقة جدا بمثل أهميتها لمصير هذا الكوكب. حسنا، بالطبع تحاول إنقاذ العالم،
هذا صحيح بالطبع، فأنا لست مثلك، أجني ثمارا لعملي. عثرت على نسخة من غايا أم لا؟ أجل، أعتقد فعلت. أين؟ هنا. لما استدعيتك إلى هنا؟ خلف هذه القوة أطلال منشأة حيث تم صقل بروتوكول الانقراض حادث، عملية اختبار تمت مئات المرات باستخدام نسخة لغايا. هل أخبرك حادث؟ تطلب وقتا، لكن أجل. إذن مستعدة للحصول على ما كنت تبحثين عنه أم ستستمرين في الثرثرة فقط؟ فقط لا، التأكيد. حادث قال هناك نسخ من غايا بالداخل. أجل، أو كانت هناك منذ 1000 عام. نسخ لم تمحى عندما أزالت تدفار كل نسخ أبولو. صحيح، المنشأة لا يمكن الوصول إليها بإشارة بعيدة، ولا حتى تدفار يمكنه ذلك. النسخ، البيانات غايا وبرامجها الفرعية، كل شيء يعيد تشغيل النظام واستعادة نظام إعادة التأهيل وإنقاذ الأرض. هنا. هذا ما قاله حادث، فما الذي تنتظرينه؟ لكن هل كشف حادث عن مصدر الإشارة التي أيقظت وحاولت تدمير الأرض؟ أجل، كشف ذلك. ستخبرني؟ في الوقت المناسب. الأولويات أولاً يا إيلوي. حسب علمي هناك ذكاء اصطناعي تريدين تشغيله. أجل، غايا التي كان عليها تدمير نفسها بسبب الإشارة؟ توقف بثها منذ سنوات، لا تشكل خطراً. وإن تكررت؟ لن يحدث، حتى وإن حدث التفاصيل معقدة، لكن الإشارة تحتاج حادث. فقط احذفي حادث من أي نسخة وغايا ستأمن. لا تضيع الوقت، احصلي على النسخة. حسناً، سأبحث في المنشأة عن نسخة غايا. حسناً يا سايلنس، ولكن إن اكتشفت أنها إحدى خدعك. إنها قوة مغلقة جينياً، أنت الوحيدة التي يمكنها فتحها في الكوكب. كيف أضع فخاً بالداخل؟ اخدعني مجدداً يا سايلنس، وستكون محادثتنا وجهاً لوجه. عندها لن تتكلم، لأن رمحي سيكون في حلقك. إيلوي، بفضلي أنا، كل شيء سعيت خلفه، وكل شيء تجولت من أجله ولم تستطيع الوصول إليه لستة أشهر في يديك. الآن لم تتعلم الكثير عن الآداب لنشأتك كفتاة نورة منبوذة، لكن في وضع كهذا تقولين شكراً، وأقول أنا على الرحب. محظوظان؟ الباب مشوش بالكامل. هذا واضح، لكن رغم العطل يمكنك اجتيازه إن كنت صبورة لفترة. هل ترين الكريستالات؟ يسميها أسرم قلب اللورة النارية، يمكنها الاشتعال. ليست قوية كفاية لتفجير باب كهذا، لكن ربما ما يكفي لهزه سيفتحه. بالضبط، ستعمل فقط مع مشعل. سأرسل لك المخططات. لتبنيه ستحتاجين أجزاء روبوتات وزيت من عشبة اللهب، وهي تنمو تحت الماء، لكن ستجدين بعضها عند البركة المجاورة.
الأجزاء معقدة جدا. ستحتاجين لفائف الشرر من نواة الكرباج المنقض. انزعي نواة الطاقة قبل أن تقتل الروبوت، وإلا ستعطل. فهمت. ما أحتاجه لدى هذه الروبوتات. علي فحص أحدها. مصلاتي يظهر موقع الجزء. والآن أين نواة الطاقة؟ لن أتجاوزه الآن. علي الحصول على بيانات من المرجل لو وجدت واحداً. هذه نواة الطاقة. وجدتها في مصلاتي. سأبحث عن هذا في مخبأي لاحقاً. على الأجزاء. كل ما أحتاجه هو عشبة لها.
عشبة اللعب العميقة؟ أخذتها، علي بناء هذا الشيء. ثمة طاولة قرب مدخل المنشأة. مذ كنت تعبث بحادث؟ عبث؟ هذا أشبه باستخراج البيانات. سأستخدم هذا لأفجر البلورة النارية. بالفعل مزيج مفيد. فهكذا فصلت بلورة المعالجة من حورس في البداية. عظيم. لو وجدت باللورات النارية الأكثر. ركزي على المهمة الحالية. المكان مغمور بالماء. هناك باب آخر مغلق جينياً. حيث تخزن كل نسخ غايا. سأجد طريقة للوصول. حسناً أعرف هذا. المضي عبر الحطام المتهاوي بينما تتجسس علي من مصلاتي. دفع عيشاً على الماضي وجد النسخ.
إسقاط السلم فكرة جيدة. الباب مغلق، لكن هناك جهاز بجانبه. مرتبط بالباب لكن يحتاج إلى الطاقة. لن يتحرك ذلك من هنا. ما المغزى من الغرفة؟ هناك جهاز تحكم يحتاج إلى الطاقة. جهاز التحكم مغلق. يبدو كالجهاز نفسه من الغرفة الأخرى. ربما أستخدم النواة هنا. ربما أجرب مصلاتي. لابد أن يفتح الباب.
بمجرد إعادة الطاقة. إليزابيث وترافيس تيت. أوه يا رجل، بصراحة يا ليز، ما فعلته سيجعلك تحبينني. تخيلتهم أشرار فار زينث يفتحون غايا المزيفة هذه التي صنعناها لهم. لوحة أخرى ينبغي علي فتحها. علي التسلق لأصل إليها. هذه ليست حيلة يا درافيس. ما فعلته هو برمجة صور تعريفية، نسخة عني ونسخة عنك، لتوصيل رسالتنا عن الهلاك بشكل واقعي. بانتهاء التحويل سيجدر بنا أن نحتفل. جلبت أغراض الحفلة، البيتزا وشرابا وبعض الألعاب. سأعود إلى برايس بمجرد الانتهاء. اعتبريني محتارا يا ليز. كيف لشخص مثلك، قدوة بل أقرب لقديسة حتى، تحب العالم كثيرا لكن لا تحبين أحدا؟ قصدي، هل حظيت حتى بصديق؟ تم تحويل برمجي. ملف البيانات الوعد القاحل جاهز للإرسال. أظنها منعشة.
اعتبريني محترم. كيف لشخص مثلك قدوة بل أقرب حتى تحب العالم كثيرا لكن لا تحبين أحدا؟ قصدي هل حظيت حتى بصديق؟ اكتمل تحويل برمجي، ملف البيانات الوعد القاحل جاهز للإرسال. لا أظن خطافي سيحط عليها من هنا. استمر ببراعتك في مجالك يا ترافيس. أظنني سأصل إلى الباب. أقسام من المنشأة هناك، سألقي نظرة. ينبغي علي الانزلاق.